يا شيخ، من له أسهم في شركة ثم تبين أن فيها نسبة ربوية وأراد التخلص منها من هذه النسبة، ففي أي الوجوه يصرفها؟ مثل المساجد أو كذا، أو في أشياء مخصصة فقط يصرف فيها؟ بارك الله فيك. كل ما يدخل على الإنسان بطريق محرم ثم يتوب منه فإنه يصرفه فيما يقرب إلى الله من بناء المساجد والصدقة على الفقراء وغير ذلك. المهم أن يخرجهم من ملكه تخلصا منه على أي وجه من وجوه الخير، حتى في بناء المساجد، حتى في الصدقات على الفقراء،